هلو هامسترز، بعدما قمنا بوضع الأرباح المحصل عليها في هامستر كومبات للمشاركة في ميزة الكسب البسيط والتي قمنا بمشاركتها معكم في الفيديو السابق والذي تجدونه في أعلى الشاشة وكذلك في أول تعليق مثبت، ومن الضروري مشاهدته قبل الالتحاق بهذا الفيديو إذا كنت مهتما بالعمل على هذه الميزة لرفع أرباحك في هامستر كومبات بشكل يومي وأسبوعي وبدون مجهود ولا مضيعة وقت. إذا بعد حصولنا على هذا الكسب البسيط كما فعلنا في الفيديو السابق، قد يتساءل بعض عن كيفية الوصول إلى تلك الأرباح وطريقة استردادها أو تحويلها إلى الرصيد الفوري في محفظتنا. في هذا الفيديو الأخ مصطفى بنفسه سيجيبكم على جميع هذه الأسئلة، وكذلك سيشارك معكم كيفية استغلال ذلك الربح البسيط في ميزة الكسب البسيط لتراكم الأرباح. فكل ما عليكم فعله كما في الفيديو السابق سوى متابعة الشرح والتطبيق على حساباتكم في باينانس. نمر إلى الشرح. السلام عليكم إخوان، بالنسبة للهامستر أنا دابا في يومين أعطوني تقريبا شي 49 عملة في يومين. هاد 49 عملة فين غادي تكون؟ كتمشي للأوتوماتيك للتمويل. ها هي غندخل التمويل بحال هكا، كنتلقى هاد 49 عملة هنايا. أشنو غادي ندير؟ غنهزها عاوتاني ونرك عليها بحال هكا، غادي ندير لها التحويل من التمويل إلى فوري. غنورك عليها التحويل. ها هي غندير هاد لحد الأقصى، ها هي 49. نتأكد بأن من تمويل إلى فوري، ندورك على التأكيد. ها هي غادي نرجع، غادي نمشي لعند فوري. ها هي غادي نتلقاها هنايا 49، غنورك عليها عاوتاني بحال هكا. غندير نفس الخطوات، نورك على هادي غير أنا في الأول. المهم نورك على هادي، نديرو حد الأقصى. ها هي غادي ندير اشتراك تلقائي. ها هي غير انا في الاول، ندير تاكيد بعدا. انا في الاول كنت ندير 300%، دابا غندير 0.9، يعني ندير هاد المره يوميا تتسالي هاد 7 ايام هادي عاد تجمع كلشي في بلاصه واحده. المهم ندير تاكيد بحال هكا صافي. نمشيو لهادي، غنتلقاو تفتحوا لي جوج خانات. الخانه الاولى ديال 300%، ها هي، والخانة الثانية ديال 49. ها هي كتزاد لي 0.93 تقريبا في كل يوم تقريبا بالنسبة للسنة. بالنسبة لمثلا العملة طلعات، مثلا العملة طلعات بزاف وبغينا نخرجوا هاد اللي كنا دايرين لهم 70% اللي كنا مبلوكين 70 ايام، هادو راه كانوا بحال هكا. الى جينا نديروا استعادة مبكرة راه غادي يرجعوا لي الفلوس وما غاديش نربح. كما كتشوف بالنسبه لي انا ربحت 49 تقريبا، ربح دابا 49. الا جيت درت لهم استعاده مبكره قبل ما تسالات 7 ايام هادي، ها هي دابا يلاه دازو 3 ايام قبل ما تسالات 7 ايام، راه هاد 49 غادي تمشي، غتبقى لي غير 2016 بحال الاستعاده اصلا كتكون بحال هكا، غادي تورك على هادي. ولكن انا ماشي نورك دابا، حيت هادي كتسمى استعاده مبكره يعني قبل الوقت، يعني خاصكم تسناو عاد ترجعوهم باش يرجعوا لكم فلوسكم، باش يعني الربح لكم يدخل عندكم. لكن بالنسبه لهذه اللي كتكون يومي، يعني يوميا ممكن ترجع في اي وقت، يعني كتروك على بحال هكا كدير استعاده ديالك، استعاده بحال هكا لحد الاقصى هاي 49. غنورك على التاكيد، هذه مشي اوتوماتيك للتمويل ولا الفوري. غنورك على هذه بحال هكا السهم بحال هكا اللحوم فوري فوري بحال هكا. وغنورك على التأكيد غادي يمشي اوتوماتيك لعند فوري، وكما بغيتش نرجع ما دخلهم بلاصتو بحال هكا. المهم هذا مكان، بالتوفيق للجميع. إذا بعدما أصبحنا على علم بطريقة الاسترداد وكذلك استغلال الكسب البسيط لتراكم الأرباح في هذا الجزء من الفيديو، أخي مصطفى سيرد على جميع أسئلتكم في الفيديو السابق، فلا تنسوا دعم الفيديو بلايك وتعليق محفز لكي نستمر في نشر الإفادة إن شاء الله. أترككم الآن مع الرد على تعليقاتكم من طرف الأخ مصطفى. السلام عليكم إخوان، بعض الأسئلة كانوا في الفيديو. واحد السؤال كان واش ممكن ندير 8000 عملة كل شيها؟ إيه ممكن ندير 8000 عملة كاملها. بالنسبة لهذا السؤال هذا، هو كل نهار مع الوحدة كتنزل العملة، كل نهار مع الوحدة كيعطيك الربح ديالك، كل نهار مع الوحدة أوتوماتيك كيمشي للتمويل. بالنسبة لهذا السؤال هذا، كل نهار مع كيف ما قلت للشخص الأول، كل نهار مع الوحدة غادي ديال الوحدة ديال الليل غتلقى العملة ديالك في التمويل. غادي نوريك كيفاش تهز معاود الثاني
وتلحم في الاكتتاب. وي خويا قد ما كانت العملات اكثر قد ما عندك الربح اكثر. دابا انت قلتي عندك 8000 عمله، قد ما العملات كانوا اكثر قد ما كان الربح اخويا اكثر. تقدر تدخل يوميا تهز العملات ديالك ولا تستناهم يتجمعوا اللي عجبك بحال بحال. إلى هنا إخواني أخواتي نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم من المقطع. لا زال هناك الكثير من الأشياء الجميلة القادمة إن شاء الله، أعدكم بذلك كما أعدكم في جميع الفيديوهات. فلا تنسونا من دعم القناة وشكر الأخ مصطفى على التفاعل مع تعليقاتكم والشروحات. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء. السلام عليكم إخوان. بالنسبة للهامستر أنا دابا في يومين أعطوني تقريبا شي 49 عملة في يومين. هاد 49 عملة فين غادي تكون؟ كتمشي الأوتوماتيك للتمويل. ها هي ندخل التمويل بحال هكا، كنتلقى 49 عمله هنايا. اشنو غادي ندير؟ غنهزها عاوتاني وراك عليها بحال هكا. غادي ندير لها التحويل من التمويل الى فوري. انا وراك عليها التحويل. ها هي غندير هاد لحد الاقصى. ها هي 49. نتاكد بان من تمويل الى فوري. ندورك على التاكيد. ها هي غادي نرجع، غادي نمشي لعند فوري. ها هي غادي نتلقاها هنايا 49. غنورك عليها عاوتاني بحال هكا. غندير نفس الخطوات، نورك على هادي غير انا في الاول. المهم نورك على هادي، ندير واحد الاقصى. ها هي غادي ندير اشتراك تلقائي. ها هي غير انا في الاول، ندير تاكيد بعدا. انا في الاول كنت ديال 300%، دابا غندير 0.9. يعني ندير هاد المره يوميا كتسالي هاد 7 ايام هادي عاد نجمع كلشي في بلاصه واحده. المهم ندير تاكد بحال هكا صافي. نمشيو لهادي، غنتلقاو تفتحوا لي جوج خانات. الخانه الاولى ديال 300% ها هي، والخانه الثانيه ديال 49 ها هي. كتزاد لي 0.93 تقريبا في كل يوم تقريبا بالنسبه للسنه. بالنسبه مثلا العمله طلعات، مثلا العمله طلعات بزاف وبغينا نخرجوا هاد اللي كنا دايرين لهم 70% اللي كنا مبلوكين 70 ايام، هادو راه كانوا بحال هكا. الا جينا نديروا استعاده مبكره راه غادي يرجعوا لي الفلوس وما غاديش نربح. كما كتشوف بالنسبه لي انا ربحت في 40 تقريبا، ربح دابا 49. الا جيت درت لهم استعاده مبكره قبل ما تسالات 7 ايام هذه، ها هي دابا يلا دازو 3 ايام قبل ما تسالات 7 ايام، راه ما غادي هاد 49 غادي تمشي. غادي تبقى لي غير 2016 بحال الاستعاده اصلا كتكون بحال هكا. غادي تورك على هذه، ولكن انا ماشي نورك دابا حيت هذه كتسمى استعاده مبكره، يعني قبل الوقت، يعني خاصكم تستناو عاد ترجعوهم باش يرجعوا لكم فلوسكم، باش يعني الربح لكم يدخل عندكم. لكن بالنسبه لهذه اللي كتكون يومي، يعني يوميا ممكن ترجع في اي وقت، يعني كتورك على بحال هكا كدير استعاده ديري استعاده بحال هكا لحد الاقصى هاي 49. انا نورك على التاكيد هذه مشي اوتوماتيك للتمويل ولا الفوري. انا نورك على هذه بحال هكا السهم بحال هكا اللحوم فوري بحال هكا. وانا نورك على التاكيد غادي يمشي اوتوماتيك لعند فوري وكما بغيتش نرجع ما نخليهم بلاصتهم بحال هكا. المهم هذا ما كان، بالتوفيق للجميع.